السلام عليكم خوتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم عندنا أفيو موتور 1.5، جاتنا من ميلا مولاها حسمة حكالي، قال لي من بكري كنت حاب نجيك، حتى الخضرة دي جابته هي بالسيف، مشكلة فيها قربعت له وحللها الموتور خطرة، حللها خضرة عجوان كيلاس، بدلها عجوان كيلاس بقط، نقص له الماء، بعد زاد حلها ريفيزاها، دار لها ريفيزيون كيف كيف، قط نقص له الماء، والماء في لاكيلاس قاعد يقول مولاها يخرج، شكون ما بين لاكيلاس والبلوك، دركا حتى كي نوضها يتنوض شغل سير تروى، دوك نوضها تسمعوها. ماشي 300 ممكن يلعب جراطي، دوكا ما فهمتش من الماء ولا خاطي من الماء، اي برده حتى نلقاها هي ماهيش مخلطة، دوكا نكونترولوها راهي اوتوماتيكمون هي قربعت له، راح نحلها على جال ريفيزيون هي جات. دوك نحلو ونشوفو واش كاين ان شاء الله في الموتور واش نلقاو الداخل. طفيتها صافي ما تسخنش، دوك نفيريفيو وانا سيلندر السحلي ما يمدش، باغي نعرفو قبل نحلو نعرفو المشكلة بابري وين هو. يبغى طبل باسكو البيسة تاعها حديد، نعاود نوضها. هاي السلندر الاخر هو اللي فيه مشكل بعد ما كومبريميش، يمد كورون بصح ما فيه مشكل السلندر الاخر. دوك نحلوها الاول جهة الفولون موتور، دوك نحلوها ان شاء الله ونقول لكم واش كاين واش ما كانش ان شاء الله، نعطيكم واش لقينا لداخل باذن الله. شوفوا كي ناحيه بنيان طال البراكم كيفاه لقيته، ما كانش لا كوبي تاعو، هاي نورمالمون وين تجي ترحات اخر بوسيبل دي كانت لاشيان بزت، دي كانت لاشيان هاديك وليت ما تحبش تنوضو باسكو يبين لي تراس تاع لي بيلي دار بينيا، ويقدر يكون حتى سوبابا تاع واجو. دونك هادي اول حاجه لازم تنحت تبرسا هذيك عند التورنار البراكام، يتبرسا للبلاصه هذيك تبرسا، و غنعاودو لاكوبي تاع البينيات على البراكام. دوك هذيك النحيو راكي راسي يبان ان شاء الله حوايج اخرين، كاينه حاجه اخرى وسيل تحت شوي تاع زيت، شوي تاع زيت كبيره وزيت ورا. شوفوا الكارتر كيف زيو بالزيت حي جديد، مام لهنا لافونترين خامج بالزيت، يعني قطرة تزيد سوا منين مازال ما بانش ابارامون نورمالمون جو سبي تاع في البروكا بينيا ما حبش يتنحك، تشوفوا فيه شويه من الزنزر. دوك نحطوا له ديغريبون ونخليوه ومن بعد نبرد ان شاء الله نحيوه. فوالا جو سبي تلقى كيما نحيت البينيا هو باين كيما راه جو سبي. دوك نكملو نحلو، الحمد لله كي جات فيه هو برك. شوفوا كي قاعد نحل في البولون هذا تاع لاكيلاس، هذا باين قايس الماء، نكمل نحلها
وتشوفوا معنا غاكي راس كيف هزيها ودي سير راح وفها لي سوباب على ديك كاين شمره ما تلمدش كي تكسرت لا بوتيتا على البينيون تاع الاربراكان دار ديك على تسمى لاشين اللي تحضر شرون قاسوا لي سوباب كي راحوا فيها كعبة سوباب دوك نحلو وتشوفوها ان شاء الله. هاو البولون اللي قلتلكم كان يترشب تشوف شابط منو زنزير وكاين بولون اخر تخص فيه الروندلا ما كانش يسير مليح تشوفوا في لي روندلا دوك اللي في لي بولون وكاين هذاك البولون ما فيهش روندلا تخص فيه الروندلا كي حلاها غادي غادا ترجعوه بلا روندلا دونك ما يسيرش مليح هذاك ربما ديروا له حتى روندلا اخرى ولا دوك نهزوا راكي لاصو نشوفوا واش كاين ان شاء الله. ابارمون نجحولو لي سوباب عندنا لي دي سيلندر هذوما يطلعوا الزيت نورمالمون سيرتو هذا لي بريمي سيلندر هذايا روزيم والكاتريام شايحين صافا بصح هذا البلوك طايح تقدرو تزيدو تشوفو لاكيراس نورمالمون نجحو لي سوباب عندو بون هاي باستية تودر الماء هادي لابيب لي ملورة تودر الماء وإذا تكسرت بعد من هنا كي جيت من ناحية تيو كسرت باسكو راشية يرشاو كل هادو من يتكسر واحد شي كانت عندو تيو لي من الفوق وسي يودرو الماء كتشوفو فيها وين هي لتراس تاع الزنزير دوك نعطيهولكم في لاكيلاص هاي لاكيلاص ها وين كان يودرلو الماء يهبط توجر على لاكيلاص من على ديك مولاي خسفها مازال توجر لاكيلاص هي اللي قاعدة تودر في الماء لاكيلاص مازال ما شفناهاش راشية ولا لا جبنا كيلاص هنا نحيو فيه رمان رمان ناجحة هو دا اللي ما يحرقش مليح تروازيام دوزيام سيلندر باسكو السوباب تاعو كي تشوفو فيها كيف هزيا دروك نيطوايو لاكيلاص هادي لابيب تتبدل ما بدلوهالوش نهار ديرولو ريفيزيون عليك بقا تودرلو الماء هادي تنحى لابيب دو ديميسيون اوتوماتيكمون دروك نحي لابيب دو ديميسيون على جالي سوباب وكلش ولي جوان دقيل باه نعاودوهم تتنحى لابيب هادي تتبدل تتبدل لابيب لي من اللورا وتتبدل الباستية هاديك بيتهنا من المشكل تاع الماء أول حاجة بيتنحلو المشكل تاع الماء وفيات الملاح وبعد نشوفو دوك كي نحيو لابيب دو ديميسيون نشوفو السيلندر هذا وعلاه ما يمدش ما يحرقش مليح ما يكومبريميش هذا هو الباستية هذه مش ساهلة باه تتبدلو عليها من نهار كان الموتور في الأرض نورمالمون بدلوها يتنحى الكومبريسور تنحى لابوم تاع ديريكسيون نجمو نحيو السيبور هذا اللي يحكم فيه الكومبريسور تاع الكليماتيزور ويحكم فيه لابوم تاع ديريكسيون صعيبة باه توصل لها الباستية هذه بون مولاها من بعد نعاود نهدر معاها نشوفو لكن قاعدة تو كله في الزيت ولا لا اسكو نكمل الحل ولا ما نكملش الحل باسكو تقربي على غير بعت له نورمالمون من شوفوا الزيت لهنا كيفاه مكبد في تيو تاع رينيفلار ما فهمتش وجاب على اساس ريفيزيون دوك من بعد نزيد نهضر معاه نشوفوا لا السيلندر هذا ديجا السيلندر هذا مبلول ما كانش يحرق على ديك تبل كيمك في لي سوباب تاعو يبان مليح كانش يحرق وعلاها باسكو بالك ديك على طلاشان ما يبانش عنده قرباع يعني تاع كولات هو واحد في باله شغل الطوموبيل هي كولات حتى كي جابالي جابالي على اساس هي كولات الطوموبيل بصح هي لا هي لاكلافات على البربراكام هي ديك على لو كل شيء ولا شوفها الطوموبيل تقربعت كاش ما ضربوا لي سوباب مع لي بصح ما كانش لي تراس فوق لي بيستون لي سوبا فوق لي بيستون ما كيسوش السلام ورحمة الله درك تشوفوا واش نديرو من بعد ربي وحده راح نكونترولي وخاوتي لي سوبا تاع لافيو هما توجور يروحوا لي شابمون نشوفوا الاولى
ملاحة أنا صبرها في ديسونس ملاحة دوزيام ملاحة وتروزيام ملاحة لكاتريام بعوجة فوالا وهبط ديسونس الآخرين كلها مازالو قافلين هادي عوجة تتنفس هاديك الطوموبيل نسمعوها الدور سير قروة السبطة هادي عوجة مالغري نستبعد شوية وعليه باسكو لي بيستون تاع سيلو يجيو مقعورين كاملين اي قاس تسير شوية في هذا باسكو هو ها باين وين مجروح البيستون هذا ها جرح باسكو تاع سيلو يجيو باسكو لي بيستون تاع سيلو يجيو كامل راهو هنا وتاع لافيو يجي نص برك نص بركة تاع الواحد اي وينغاس سوبابا على ديك عوجت بصح خاطية تاع هادي لهنا لا دميسيون صحيح عوجة لي شابمون وحتى البورون تاع بولي كي جيت نحلو لقيتو ظهر لي مرخوف كدبنيش ربي وخاطي تاعها البولون هذا خطاها البولون هذايا راك نقول لك هذا البولون اللي فيها خطي تاعها بولون خطي تاع لابولي على ديك اللي خلى فيها الجو باسكو الحق الربره كامل للفون وما سيراش لابولي مليح بقى فيها الجو حتى انتقسمت لاكوبي هذه البولون هذا ديجا مبدلينو حاطين واحد طويل خطي تاعها البولون هذا تاع لابولي وما داروا له روندل اخرى اوكي لاف يو حطيتها بديت نديرها باستي جديده اللي تحت هذيك قلت لكم عليها بديت نديرها لابيب هذيك اللي من الاول راك تشوفها تحتها باستي وسي هاي هنا هذا ما باستي جبت زوج باستيات ونسي جامي بديت نديرها جوان سبي ركبت كل شيء مازال فلتر اير ما سيريتوش برك دوك نسيريوه حط لي البولون تاعو ونسيريه دركا رايح نوض مازلت ما صبيت لهاش الماء دوك سيري الفلتر اير ونرجعو كيف كيف سيريت الفلتر اير كولي تاعو سي بون كولي هذا ركب دركا نوضها ان شاء الله هاي هاي الدره الاربعه استعب بكري كما هكا يضع هل يكون عنده فور بوسيبل في الزاكس بيستان ولا تقطيق هذا نورمال بس هو يدور يمشي لبس عليه قري غير نصب لها الماء برك خوتي نسيبه نصب لها الماء خوتي اهو اوكي نفويت كلش مليح نوضها الدور بسم الله عندنا شويه تكتيك لهنا يقدر يكون في الحته اللي البصوار تاعو هنا بصوره من البصوارات هي اللي قاعده تكتك ما قري فيري فيتا من لقيتها ملاح بس عمر بالما يتحلوا كل محلي جامش ما نكذبش عليكم ربما ما يتحلو كله وطفاصان مطار تاعو بركة عاود يحلو قبل التجوان تكاش الفوقاني مطار النهار عاود يحلو ان شاء الله ثم اللي نبدل نشوفوا على البصوارات الرجل يهمرو بإذن الله كل هذا هو تاس كومبريسيون في الماء مليح تاس كومبريسيون خلاص فيه مليح مازال ما سخنش غادي غير نعيط نمولها نجي تاعها هكا
السلام عليكم. السلام عليكم. لكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى ومعلومات اخرى وفائدة اخرى تعمل ان شاء الله نتعلم حوايج كل مع بعضنا. هذا هو سنايد مريض فنتراتير خير ما في الدعم ولا الدعم الحمد. قلت لكم التكتيك في البوسوارات او كي سخن مليح سكت او نضل الموتراتير كي سخن مليح سكت الموتير التكتيك تاع البوسوارات الزيت فيه مطلماطي على هذه برك كي نضل الموتراتير وسكت الموتير خلاص تقبل هذا الموتراتير خاصة مش كي نضل كي سخن الزيت حبيت نقول يسخن الزيت أو سكت الموتر خلاص. عنده التصويرات لازم يتحل كل 2 طوايات بس الزيت فيه مكبد شوية هذيك مع ريفيزيون إن شاء الله يتنحى كل شيء إن شاء الله.